سويت أنا هريس في تحدي الجمل لما كنا في الصحراء، سويته بلحم الجمل وغيرت فيه أشياء. الحين أنا راح أشرح طريقة لكيف فينا نغير الهريس العماني. لما نطبخ الهريس فينا أول شيء نسويه بالدجاج أو باللحم. الطريقة الثانية اللي هي فينا نغير الهريس ونسويه مع الروبيان اللي هو الشريمس أو البونت أو أي شيء أنت تحبه. التوابل المعروفة اللي هي الهيل والقرفه والفلفل الأسود والملح بس في الهريس، بس فينا نحط عليها كمون، فينا نحط عليها كركم، فينا نحط عليها نطبخها مع زيت النارجيل ونحط عليه صبار ونحط عليه جبن، يطلع شكله كثير حلو ويتغير طعمه بس تظل طعمة البهارات العمانية موجودة.